مكرونة الألفريدو اللي في الفرن. عندنا 3 صدور من الدجاج، سلقناهم ونسلناهم بالشكل ده، شوحوهم لو عايزين كله ينفع مفيش مشكلة، وأي بواقي فراخ تنفع للوصفة دي. كيس مكرونة سباكيتي، وممكن تبقى فيتوتشيني مفيش مشكلة اللي يعجبكم برضو. معلقة كبيرة من الثوم المفروم، زيت زيتون، مرقة، ملح وفلفل أسود. صوص الألفريدو نفسه هيكون عبارة عن معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وهنقول كمان 1/2 كوباية أعواد بقدونس مفرومة، 4 معالق كبيرة من الدقيق، و4 معالق كبيرة من الزبدة، لتر حليب، و2 كوباية من كريمة الطهي، رشة من جوزة الطيب، وملح وفلفل أسود. ونبدأ أول حاجة نشتغل في صوص الألفريدو. عندنا حلة هنا على النار، هنفتح النار عليها وهحط فيها الزبدة والثوم والبقدونس من قبل حتى ما تسخن. مع الزبدة هنا هحط الثوم، عايزين نجيب سباتشولا ومضرب سلك، ادي سباتشولا وادي مضرب سلك، وعايزين عايزة الطبق اللي بحط عليه المعالق فين يا ولاد. طبعا انا بعمل دلوقتي صوص الالفريدو، انا مش عاملاه كريمه كامله ولا لبن، يعني عاملاه ميكس ما بين عاملاه له رول الاول يتقله شويه، يتقله تتقيله خفيفه، وانا عامله ضعف المقدار عشان هستخدمه في وصفتين، مش عامله مقدار واحد. التوم طبعا دلوقتي بيتشوح معاهم وكله تمام، مش عايزين اي تغيير في اللون يا جماعه، عايزين يفضل اللون بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، مفيش فيه اي حاجه تغمق ولا تتغير ولا اي حاجه. عايزين نجيب اللبن، انتي حطالي كل حاجه ضعف المقدار يا نور صح؟ اعمل ايه طيب انا؟ صح؟ اللوجيك بيقول ايه؟ نقلب اللبن، وعندنا كريمه هنحطها في الاخر مش دلوقتي. ممكن على فكرة تحطوا له شوية مرقة لو عايزين، مفيش مشكلة خالص. هقول لكم بقى على التريكات كلها عشان الألفريدو النهاردة مش ألفريدو عادية، ألفريدو فرن. فأنا هبدأ أجهز نفسي كده بطبق بايركس كبير أهو، وهنعمل إيه؟ هنستنى نحط الصوص الاول عشان انا عايزه اخلط الصوص بشويه مرقه اخففه، علشان الالفريدو احنا هنحطها نيه، عشان كده قلت لكم وصفات النهارده كلها سهله وسريعه ومفيش فيها حتى مواعين كتير. الالفريدو هتتحط نيه تستوي وسط الصوص، بس نعمل الصوص الاول اللي هيساعدنا على كده. هنا على وشك انه يغلي، لاحظوا ان كل ده انا ما حطيتش اي حاجه خالص. ايه تاني؟ لا مش عايزينك بقى خلاص، انت هتغلبنا. نجيب واحد كبير، فين عايزين واحد كبير، ناخد في شوية توم، انا بحب احطهم طازة في الاخر، شوية بقدونس، الاعواد بتاعت الرجلين بس من الاخر كده، وعندي كمان فلفل اسود، ملح، رشة جوزة الطيب، ونقلب الصوص. خلاص على وشك، شايفين نعومته وجماله. ممكن اجي بقى عفوا في اللقطه دي احط الكريمه عادي، عايزه اخد كل الكريمه مش عايزه اسيب كل اللي في الجار ده حرام. طبعا الكريمه ممكن تستغنوا عنها لو مش متوفره، تبدلوها بقشطه لبن او قشطه وش لبن، بس طبعا الدهنيه بتاعت الكريمه وطعمها المسكر الحلو ده بيودي الصوص في حته ثانيه. وكده صوص الالفريدو بقى جاهز، مش ناقص غير ان انا ادوقه بس اطمن ان الملح والفلفل تمام، واعمل حسابي ان لسه في مكرونه هتتحط فيه. عايز ملح بس، تمام كده هيتشال من على النار حالا. ونيجي نكمل، يلا بينا نجمع الطبق. هنجمع الطبق ازاي؟ عايزاكم اول حاجه تعملوا اللي هقول لكم عليه ده،
هتاخده صوص الالفريدو نص الكمية او نصها كده وشوية، وهنصبه في الطبق هنا. ادي الصوص، بالشكل ده وهنحط صوص كتير عشان المكرونة هتتحط نية وتستوي فيه. اه بالظبط، احنا حطينا ايه دلوقتي؟ حطينا صوص الالفريدو وحطينا له حوالي 4 كوبايات من المرقة. ليه طيب كل ده؟ عشان تاني المكرونة نية. انا كمان عايزة احط شوية زيت زيتون، وهجيب المكرونة زي ما هي كده هوزعها على وش الطبق. مهم جدا في اللحظة دي اني اجيب شوكة واقلبها في الصوص، اطمن بس ان هي مش ملزقة في بعضيها، وحتى لو لزقت شوية بنفكها في النص، بنطلع الطبق ونفكها. حطيت، نقلب كده وتمام. انا بحب كمان ادي على الوش رشة ملح وفلفل اسود، علشان انا حطيت مكرونة، فالمكرونة كمان محتاجة تتبيلتها، فتتبيلتها كده بالنسبة لي. وادي رشة ملح، تاني هندخلها الفرن ونطلع فصل على طول. تاني هنعمل كده وناخد الطبق القمر ده ندخله الفرن على درجة حرارة 180-200. تقدروا تغطوه لو عايزين، بس انا مش شايفة ان فيه داعي، خصوصا ان ده بيعمل ريسك ان ممكن اللبن يفور. وعنا معاه بعد شوية واول ما يسخن هنطلعه ونقلب المكرونة، نطمن ان هي غرقانة في الصوص. يلا بينا، حرارة من فوق وتحت، واللي عنده مروحة يشغلها بس. وكده اول طبق خلص. بص ايه كده في الفرن، ايه الاخبار؟ هل محتاجين نفرق المكرونة؟ اه محتاجين، كل شوية كده نفتح عليها ونفرقها عشان بس نطمن ان هي ما لزقتش ببعضيها. انا بس بشوف هي محتاجة اصلا ولا لا. مش تعالوا نطلعها، نطلعها خالص، نعمل ده ونرجعها تاني. وطبعا الحركة دي مهمة جدا عشان ما يبقاش فيه تكتلات مكرونة في بعض كده. اول ما تبدأ تدخل في السوى، اه عادي طبعا، وتجيبوا شوكتين وبالشوكتين كده فرقوا المكرونات عن بعضيهم. عشان ما يبقوش ملزقين في بعض بعد السوا. عارفين لما حتى بتيجوا تسلقوهم في الحله، المكرونه الاسباجيتي والفيتوتشيني بالذات لو ما عملتوش كده بيلزقوا في بعضيهم ويعملوا تكتلات كده. بس تمام جدا كده، نرجعها الفرن واحنا مطمنين. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. هتلاقوا هنا ان الالفريدو الوش احمر والمكرونه بتستوي وقاعده تشرب من الصوص. ممكن نعمل لها اختبار نشوف كده الوضع ايه، هل يعني خلصنا ولا لسه فيش اي اطباق صغيره. تعالوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. والله ليه لأ؟ اه بتبقى حلقة حلوة. تعالوا بصوا، انا خدت شوكة عشان ايه نشوف. بصوا بقى هي بقت عاملة ازاي. تعالوا طبعا المكرونة
عماله تستوي اهي في الصوص، مش ملزقه في بعضيها خالص، معاها قطع الفراخ والكريمه محوطاها وحاجه اخر حلاوه. تعالوا كده نبص استوت ولا لسه. مش طبيعيه اقسم بالله، احلى من اللي بتتعمل في الصوص على طول، فظيعه. ايه ده، ومستويه بالمناسبه، استوت المكرونه الالفريدو استوت، فانا هطلعها حالا لان اكره ما عليا. يعني بزعل قوي بقى لما المكرونه تستوي زياده، بتبوظ وبيبقى دمها تقيل وحاجه كده اخر رذاله. فهي كده قمر الصوص اللي فيها، هتشرب منه دلوقتي. بصوا الجمال، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي، حته طبق عندنا مصلحه بالليل. الطبق ده يعني بصوا فظيع لسه والله العظيم. هو دي اول نقطه هنناقشها في الميتنج بتاعنا. اه بالظبط، مين هياكل ايه.